الحسين مذكور في العقيدة المسيحية. المسيحيون ينشدون باسم الحسين عليه السلام من دون أن يعلموا من هو. هوسينا، هوسينا إن ذا هايست. فرقة هيلسونغ يونايتد في الكنيسة المعروفة بعالم الكنائس تردد أنشودة كلماتها مأخوذة من الإنجيل، وهي كلمات توسل بشخص كل ما يعرفون عنه أن المسيح عليه السلام كان يتوسل به. ولمعرفة تفاصيل هذه الأنشودة بدأنا البحث عن معلومات توضح لنا أصلها. وجدنا أن هناك بعض الترانيم المسيحية واليهودية عادة ما تكون تضرعات أو شبه أدعية فيها توسلات إلى رب العالمين، وأغلب هذه الترانيم مقتبسة من الكتاب المقدس. ولاحظنا أيضا أن هذا الاسم يتردد دوما مع البكاء والنحيب عند التضحية والمحبة وفتح باب الرحمة الإلهية. تقول الباحثة المعروفة إيزابيل بنيامين ماما أشوري: أنا منذ مدة صامتة لفداحة ما وجدته وعرفته، وذلك لاكتشافي أن اسم الحسين مذكور نصا في الكتاب المقدس، وخصوصا في قسم التراتيل الدينية، وتم صياغته على شكل ترتيل ديني جميل، وعندما يصل المتضرع إلى الذروة يصرخ حسيناه. وكان الكثير من الآباء المقدسين يتضرعون باسم الحسين لكونه عظيماً في السماء بتضحيته، وهذا مذكور في أقدم نسخة للتوراة والإنجيل بالاسم في قسم استغاثة الخاطئ، والتي يتضرعون فيها للرب أن يغفر لهم بحق الحسين. تقول الباحثة المعروفة إيزابيل بنيامين ماما أشوري: عندما بحثت في أرشيف الترانيم لأحد الكنائس الرئيسية، فوجدت أن الترانيم القديمة تم تحديثها على هذا الأساس، فكل الترانيم التي شحنوا بها الإنترنت وأرشيفاتهم أصبحت فيها أوصنا أو خلصنا بدلاً من حسيناه، مثل الترنيمة التي يذكرون فيها هوسينا إن ذا هايست. هناك أشياء في هذا العالم لا يمكن غفرانها من الله ولا الإنسان ولا التاريخ، وسيبقى ضمير الإنسانية معذباً ما لم يرجع الحق إلى مكانه، لأن التحريف الحاصل بحق المقدسين من آل بيت نبي الإسلام المقدس لا يصدقه عقل أبداً. والمحزن والمؤلم هو أنهم أرادوا طمس الحقيقة ليبعدوا الناس عن التعلق بالإمام الحسين وبيان أهميته، فترجموها إلى أوصنا أي خلصنا بدلاً من حسيناه. وقد اختاروا هذه الكلمة بعناية شديدة، لأنها مشابهة لكلمة حسيناه في اللفظ وفي الكتابة أيضاً. ترى هل تطابق اللفظين أتت صدفة؟ حسينا وحسينا؟ إن من يريد الحقيقة فليلتفت إلى الفارق بين الكلمتين، لأن كلمة أوصنا فعل وحسين اسم، فكيف يتم تغيير الاسم إلى فعل؟ ومثل الكثير من الحقائق التي أرادوا طمسها لتمحى مع مرور الزمن.